خلال افتتاح أشغال الدورة العادية 14 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أكد رئيس المجلس عمر عزيمان أن المجلس حقق خلال 4 سنوات من ولايته الأولى إنجازات وازنة. وهمت هذه الإنجازات على الخصوص التقييم الشامل للمنظومة التربوية الوطنية من خلال الوقوف على حصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين وإعداد الرؤية الاستراتيجية للارتقاء بالمدرسة المغربية وتأهيلها. الدورة كتنعقد من بعد 4 سنين ديال العمل ديال المجلس، بالتالي لازم نقوموا بواحد النوع ديال الحصيلة لما تم إنجازه في هذه المدة، وكذلك برمجة العمل بالنسبة للسنة الموالية، لأن كتعرفوا أنه التركيبة ديال المجلس عندها ولاية ديال 5 سنين، إذا نحن في نهاية الولاية الأولى، وبالتالي لازم نشوفوا الحصيلة ولازم يعني كذلك نهتموا بالبرنامج ديال السنة المقبلة. وأشاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلال هذا اللقاء من جانبه بالجهود التي يبذلها المجلس لإغناء النقاش حول القضايا الهامة لمنظومة التربية والتكوين. المجلس قام بواحد العديد من الدراسات وواحد العديد ديال التوصيات، واليوم الحمد لله الوزارة بصدد تنزيل هذه التوصيات، ومن أهمها هي الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. عدد ديال الأوراش مفتوحة في كل القطاعات الثلاث، أنا اقتصرت على 3 محاور أساسية اللي كنشوفوا هي محور الحكامة، هو قاسم مشترك ديال 3 القطاعات. اليوم لابد أن نقوي استقلالية ولا تمركز و ديال الجامعات وديال الأكاديميات وديال المديريات الجهوية ديال التربية والتكوين. وتتناول هذه الدورة على الخصوص موضوع الحكامة الترابية للمنظومة التربوية في أفق الجهوية المتقدمة، وتقرير الهيئة الوطنية للتقييم حول تقييم التعليم العالي، والأطلس الترابي للتعليم الخصوصي الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم، ومشروع التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس برسم السنة الماضية. المستوى